أعزائي مشاهدي طيبة في كل مكان، أسعد الله مساءكم دائما بالخيرات. من وحدة السلام من محافظة الوادي الجديد، نحييكم في حكاية جديدة من حكاية الوحاد. أعزائي المشاهدين، أهلا بكم معنا وفي حكايتنا النهاردة. نستضيف السيد بهجة أحمد إبراهيم، مدير عام الآثار المصرية الأسبق بواحة الخرجة، والذي يسرد لنا أهمية الواحات من الناحية التاريخية وكيف كان حكام مصر في الدولة القديمة والحديثة حريصون على تنمية الواحات باعتبارها خط الدفاع الأول عن مصر. النهاردة من حكاية الواحات تحت عنوان واحات مصر الغربية، بين قوسين واحات الوادي الجديد، الحضارة والتاريخ. ويسعدنا النهاردة ان احنا نلتقي مع واحد اهل الوادي الجديد بيعتبروه واحد من شهاد العيان في مجال الاثار، باعتباره كان مدير عام للاثار المصرية في محافظة الوادي الجديد، وهو مهتم حتى الآن بالتراث والهوية الثقافية لأبناء الوادي الجديد. أعزائي المشاهدين، نرحب بالأستاذ بهجت أحمد إبراهيم. أهلا بك أستاذ بهجت وسعداء بحضرتك. أهلا بك يا أستاذ خالد، وأنا سعيد بهذا اللقاء، فكل سنة وأنتم طيبين طيب. ومصر بخير وكل أبنائها بخير وكل الوطن العربي والأمة الإسلامية والعربية بخير. أهلا بك يا فندم. أستاذ بهجت، ما بين قوسين الوادي الجديد متحف مفتوح من الآثار، آثار ما قبل التاريخ، آثار مصرية فرعونية إسلامية قبطية، سلسال كبير جدا من التاريخ. الأول هاخد نقطة نقطة من حضرتك. المنطقة الأولى، أهمية الواحات المصرية عبر العصور والأزمنة في مصر الحديثة ومصر القديمة. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انت عارف بداية، طبعا يعني انا سعيد بهذا اللقاء، ودايما بنتكلم مع حضرتك على الأهمية التاريخية والأثرية لمحافظة الوادي الجديد، والأهمية دي طبعا مش من اليوم او من 100 سنة او من 200 سنة، دي من آلاف السنين، بيرجع مثلا لأكثر من، نقول أكثر من 10,000 سنة، بدأ استقرار الإنسان في هذه الواحات المصرية أو في الصحراء الغربية من صحراء مصر. طبعا محافظة الوادي الجديد الموقع بتاعها بتقع في الجزء الجنوبي الغربي من جمهورية مصر العربية، والمساحة الوادي الجديد بالنسبة لمساحة مصر بتمثل حوالي 44% من مساحة مصر، و68 في الوادي الجديد و68% أو 69% من مساحة الصحراء الغربية. طبعا المساحة دي كانت مأهولة بالسكان في الفترات التاريخية المختلفة اللي عدت على مصر، وكان في اهتمام كبير جدا من الأباطرة والملوك والحكام بتاعت مصر على مدار التاريخ، وده بتثبته الأدلة والشواهد التاريخية الموجودة في الواحات المصرية بصفة عامة، يعني الخارجة، الدخلة، الفرافرة، الواحات البحرية، واحد سيوة، دول خمس واحات المعروفين. طبعا وانت عارف دول بيمثلوا جزء كبير جدا من جمهورية مصر العربية، وعلى مدار التاريخ ان لقينا اهتمام، والاهتمام وانا بتكلم عن محافظة الوادي الجديد، اهتمام الحكام
المصريين والاباطره وفي الواحات كان ليهم اهتمام، لان انت عارف حضرتك ان احنا مجاورين للممالك اللي في الناحيه الغربيه لينا، اللي هي مثلا ليبيا وشمال غرب افريقيا، وفي الجنوب لجنوب القاره الافريقيه السودان، وبعد كده جنوب القاره الافريقيه. فلازم انت عارف طبعا في الفترات التاريخيه المختلفه كانت بتحصل في غزو وفي غارات بتحصل على المناطق دي. وانا بقول ان لو كان يعني دايما مقوله كنا بنقولها، لو نهر النيل هو يعني ام الحضاره، اخد بالك، فالصحراء هي الاب الشرعي للحضاره المصريه، لان لو شهاده الصحراء واهتمام الحكام بها على مدار التاريخ كانت مصر اصبحت يعني مفتوحه لكل. طبعا في العصور القديمه كانت بتبقى فيه طبعا في مجاعات وفي يعني غزوات وفي ندره في الموارد، ندره في الزراعه، ندره في الميه، فكان مصر هي الاساس، فكانوا يجوا يبوظوا مصر عن طريق الصحراء. فاحنا بنعتبر الصحراء الغربيه، اخد بالك، هي البوابه يعني او البوابه الامنيه لمصر. نعم. جنوبا وغربا زي الحدود الشرقيه برضه، الحدود الشرقيه لمصر. نعم. طبعا ناخد بال حضرتك. ولذلك بني طبعا اهتمام الحكام واهتمام الاباطره في الفترات دي من الشواهد الاثريه بيدل، لان انت عندك اثار يعني بتضارع الاثار اللي موجوده في وادي النيل، يعني عندك معابد منتشره في جميع ربوع الواحات. تمام. فوجود هذا الكم من الاثار اللي موجود في المناطق بتاعتنا في الصحراء الغربيه بيؤكد وبالادله ان الواحات كانت ليها اهميه. تمام. ولو هذه الاهميه ما كانش الحكام اهتموا والملوك اهتموا بهذه الواحات على فترات التاريخ. واحات الوادي الجديد هي واحات مصر الغربية، والتي تمثل 44% من مساحة مصر الأم. كانت ولا زالت تلك الواحات هي بوابات الحماية لحدود مصر منذ زمن بعيد، حيث شيد المصري القديم المعابد والأديرة التي ما زالت شامخة تحكي لنا حكايات الأجداد بالواحات. أستاذ بهجت أحمد إبراهيم، مدير عام الآثار المصرية في محافظة الوادي الجديد سابقا، حضرتك إذا كنا بنتكلم عن الأهمية التاريخية للواحات، حضرتك قلت لي الاهتمام جاء من الحكام وجاء من الأباطرة اللي حكموا مصر من أكثر من 2000 و3000 سنة ماضية. أخذ منك في عجالة أهم الآثار اللي تواجدت بسرعة. بسرعة، لو كنا احنا بنتكلم على العصور التاريخية فلابد ندي اهتمام لعصور ما قبل التاريخ. قبل ما بقى في استقرار للإنسان على نهر النيل، كان استقرار الإنسان الأول في الواحات المصرية. واتوجدت بعض الآثار في منطقة الفرافرة، بعض الآثار في منطقة شرق الأوينات، بتؤكد الإنسان اللي كان موجود تاريخه بيرجع لأكثر من 7000 سنة في المناطق دي. لان قبل طبعا تعرف ظروف الفتره دي كانت الميه عباره عن امطار وسيول، فكانت بتعمل بعض البحيرات اللي موجوده، لقينا بعض البحيرات الكبيره اللي موجوده في منطقه الجلف الكبير، بعض البحيرات اللي موجوده في منطقه الفرافره، بعض البحيرات الموجوده في عين الجاجه، عين الجاجه في باريس. البحيرات دي موجوده، ومثلا هقول مثلا اي جاجه، ان الدراسات اكدت ان مثلا 60 كيلو في 16 كيلو بتبقى مغموره بالمياه. ده من الالفيه الثامنه، لقينا بعض الاثار اللي بترجع للكهوف بترجع للالفيه الثامنه قبل الميلاد. ده دليل على الانسان اللي استوطن المناطق دي وعاش فيها،
وطبعا الاثار المخربشات اللي موجوده في المنطقه بتاعت زي ما قلت حضرتك، المنطقه بتاعت الفرافره، المنطقه بتاعت الجلف الكبير، بتاعت شرق الوينات وجبل طروان. وجبل طروان. دي يمكن جبل طروان حديث، لكن المناطق دي اكتر الموجوده على الرسومات. الرسومات طبعا اللي بتدل على العصور التاريخيه اللي هي فرقت ما بين الانسان يعرف الكتابه والرسم، واخد بالك، ودي عرفت بالعصور التاريخيه من بدايه الانسان، وده بيعتبر انتقال او ثوره حضاريه في الحياه الانسان. والعصور اللي قبل كده اللي هو الانسان كان بيستخدم الادوات الحجريه اللي كانت موجوده. فمن الادوات الحجريه اللي كانت موجوده في الواحات او في الصحراء الغربيه بتاعت مصر، ده بيؤكد ان كان في المناطق دي مأهوله بالسكان على البحيرات بتاعت الامطار والبحيرات اللي كانت عايشه عليها. وبعدين بعد ما جفت البحيره دي فاصبحت الميه على وش الارض، فالانسان بيحفر متر او مترين بيلاقي الميه موجوده، فكان بيعيش على الارض. استاذ بهجت احمد ابراهيم مدير عام الاثار سابقا في محافظه الوادي الجديد، احنا عندنا في الوادي الجديد منطقه اللبخه، منطقه اللبخه الاثريه ميه جراره من 2000 سنه فاتت لحد النهارده. ازاي الميه دي سبحانه وتعالى مستمره والميه جراره وماشيه؟ اخد فكره عن منطقه اللبخه تحديدا. اتفضل. يعني قلنا المياه كانت موجوده في الصحراء مصر الغربية بكثافة، وعبارة عن بحيرات ومستنقعات موجودة في كل الواحات. والمية دي استمرت من أكتر من 10,000 سنة واستمرت لحد اللحظة دي، والمية مضمونة مع الترشيد للمية دي اللي موجودة. فبعد ما جفت البحيرات الكبيرة دي والمستنقعات، وجدت المية في الآبار أو في الجبات اللي كانت موجودة في الصحراء الغربية، والإنسان عاش عليها لفترات معينة. وبعد كده الانسان عرف الزراعه طبعا، بعد ما في استقرار للنهر بتاع النيل، فالناس سابت جزء من الصحراء بعد ما كانت عايشه على الهضاب والجبال وراحت وادي النيل. والزراعه عرفت طبعا في العصر الحجري الحديث، اخد بالك، من اكثر من 6,000 سنه في مصر في وادي النيل، وكانت هنا الانسان جامع للغذاء بتاعه. لما نشفت الميه فاصبح، والميه بقت قليله في عصور ما قبل التاريخ، فساب الواحات او الصحراء واستوطن وادي النيل. وبعد كده رجع للواحات بعد كده تاني في العصور التاريخيه، وبدا استقرار لحد مليء الميه اللي موجوده في الارض، وفحت الابار وفحت العيون والميه كانت موجوده. الميه دي مستمره، لقينا اثار للمياه موجوده من ايام الفراعنه. لو ما فيش ميه ما كانش الانسان هيبقى موجود، في الاسره الاولى، في الاسره الثانيه، في الاسره الثالثه، لحد انتهاء التاريخ المصري القديم في 30. وبعد كده في العصر الروماني اليوناني الروماني كانت في مياه موجوده بكثره، بس كان في ترشيد للمياه دي. والابحاث الاثريه اللي موجوده عن طريق البعثات المصريه والبعثات الاجنبيه، وجدنا ان كميات الاراضي المزروعه في الواحات اكتر من اللي موجود حاليا. ده دليل على ان يعني في ميه زرع مثلا 2 3 4 مليون فدان مثلا. كان في هي اصلا كانت الواحات اصلا فلت الغلال في مصر في الفتره بتاعت الفتره اليونانيه الرومانيه. والكلام ده اكدناه في المناطق اللي موجوده في دوش، والمناطق اللي موجوده في اللبخه، المناطق الموجوده في ام الدباد، في الاف الاف الافدنه. وما زالت يعني يعني لقيتوا مثلا قمح؟ لقينا القمح، ولقينا الشعير، ولقينا كل البلح، المنتج بتاع البلح ده موجود، مش التاريخ بتاعه بس بيرجع مثلا لعصور مثلا 300 او 400 سنه او 200 سنه او 3000 سنه. وبالادله لقينا بعض النوى بتاع البلح موجود في المقابر بتاعتها، وكان بيعرف بشجر القيمه. انا كنت حضرتك وكانت الواحات اسمها واحات القيمه نتيجه لحقول النخيل اللي كانت موجوده في الواحات. فده طالما في زراعه يبقى في ميه. عين اللبخه لقينا بعض المناور اللي موجوده في عين اللبخه، بعض اللي ما زالت موجوده لحد دلوقتي، مصدر من المصادر الاساسيه الناس بتعيش عليها في منطقه اللبخه. والمناور دي اللي اكتشفها الدكتور او عرفناها عن طريق العالم الكبير الدكتور بتاعنا احمد فخري، تقريبا بترجع للقرن الخامس قبل الميلاد، مش العصر الروماني، لا ده كمان. يعني الميه دي لها النهارده 2000 سنه مثلا، اكتر من 2500 سنه موجوده وما زالت جاريه لحد دلوقتي. والابار الرومانيه كانت موجوده لحد الخمسينات ولحد الستينات، كانت الموجوده العيون اللي موجوده، العيون الرومانيه اللي كانت موجوده في الخارجه، اللي كانت موجوده في باريس، اللي موجوده في الداخله، وكانت جاريه جريان طبيعي بدون ما تتدخل المكنات لشفط الميه دي.
واحات مصر الغربية، واحات الوادي الجديد. هنا نقوش نقشت على جدران المعابد، تلك النقوش التي تحكي لنا حكايات مختلفة عن حياة المصري القديم، وأهم الأنشطة التي كان يمارسها، وأهم الطقوس والعادات والتقاليد السائدة منذ القدم وحتى الآن. بهجت أحمد إبراهيم مدير عام الآثار المصرية سابقا، أعمال الحفائر في محافظة الوادي الجديد، وزارة الآثار ووزارة السياحة حاليا باعتبارهم من وزارة المهتمة بهذا الجانب، كان لها فضل كبير جدا في يعني تنفيذ أعمال حفائر كتير جدا. كلمني عن الاكتشافات والحفائر اللي تمت في الفترة الأخيرة. أهم الاكتشافات طبعا في اكتشافات، يعني احنا بدينا يعني انا شرفت بان اشتغل في المجال الاثري في محافظه الوادي الجديد تقريبا من سنه 81 82، والفتره دي كانت فتره تعتبر فتره مهمه جدا جدا، فتره استقرار كان في للعمل الاثري وغير العمل الاثري كمان كله، وده شجع كثير من البعثات المصريه انها تشتغل في المناطق، لان المناطق دي كان بيرجع الفضل لاكتشاف بعض منها للدكتور احمد فخري. الدكتور احمد فخري احد العلماء الاثريين البارزين اللي اشتغلوا في الواحات واللي اهتم بيها في الفتره بتاعت الستينات والسبعينات والخمسينات تقريبا برضه. وبعد كده جاء الجيل الجديد اللي هو الجيل بتاعنا اهتم بالمناطق الاثريه. كانت في ثوره في الوقت ده في الفتره بتاعت الثمانينات، وكانت في لسه المناطق بكر والناس اشتغلت، يعني كان مجموعه من مفتشين الاثار اللي بيشتغلوا في مجال الاثار وبمساعده طبعا المجلس الاعلى للاثار وهيئه الاثار المصريه قبل كده، فاشتغلنا في العديد من المناطق الموجوده، والعمل بتاعنا شجع كثير من البعثات الاجنبيه زي البعثه الفرنسيه في دوس، زي البعثه الفرنسيه في بلاط، الامريكيه اللي موجوده في الخارجه، البعثه الكنديه في الدقله، البعثة اليابانية كانت موجودة معنا هنا. اكتشفنا العديد من المناطق الأثرية المهمة جدا جدا، وأنا أذكر يعني منها على سبيل المثال وليس الحصر مناطق قلاع الضبة وعين أصيل في الواحات الداخلة ببلاط، دي بتعتبر من أهم المناطق اللي تم اكتشافها على يد الدكتور العلامة أحمد فخر. منطقة آثار المزوعة قلاع الضبة وعين أصيل دي أهمية بتاعتها، بتعتبر أقدم آثار موجودة عندنا، بترجع للأسرة الستة الفرعونية تقريبا سنة 2420 قبل الميلاد، ودي عبارة عن منطقة مقابر أو مصاطب لحكام الواحات والمدينة بتاعتهم الكاملة، وبعض المساكن الموجودة اللي استمرت بعد الدولة القديمة في عصر الانتقال الثاني وعصر اليونان الروماني في منطقة اسمها منطقة الكون. المصاطب دي هي نفس النظام اللي موجود اللي هو شبه طبعا دولة قديمة، يبقى شبه الأهرامات، لأن طبعا المزارات الجنائزية كانت كلها بتبقى فوق الأرض والدفن بيبقى تحت الأرض، فهي الجزء الأكبر من هذه المصاطب اللي كان تحت الأرض والجزء الجنائزي بيبقى فوق الأرض. وحكام الواحات بيأكد وبيدل إن الواحات المصرية تابعة للآثار للدولة أو الحكام أو الأمبراطورية المصرية من أكثر من 2400 سنة قبل الميلاد. مدينة البجوات الأثرية هي أهم أثر قبطي منذ أكثر من 3000 عام، مبانيها ورسومها تعبر عن كيف كان يعيش المصري القديم هنا بين أحضان الطبيعة في واحة الخرجة، فتركوا لنا كنائس وأديرة ورسوم على الجدران تحكي لنا حكايات من كتاب العهد القديم.
استاذ بهجت احمد ابراهيم مدير عام الاثار المصريه سابقا في محافظه الوادي الجديد. ما ينفعش نتكلم عن الاثار واسيب منطقه البجوات الاثريه. منطقه البجوات الاثريه هي اثر قبطي هناك موجود في المنطقه دي، كنيسه السلام وكنيسه الخروج والكنيسه الكاثوليكيه والبيزنطيه، مجموعه شواهد ورسومات فريسكو، يعني حاجه في قمه الجمال. كلمنا عن اهميه المنطقه دي وازاي نحن نستغلها للترويج السياحي. لا تمام، احنا عندنا زي ما اتكلمنا قبل كده في حلقات سابقه وقلنا عندنا في الاثار بتاعتنا فيها تنوع، فيها تفرد في المضمون والشكل. يعني احنا عندنا اثار موجوده في الواحات المصريه او في محافظه الوادي الجديد مش موجوده في مصر. يعني لما اتكلم على منطقه البجوات دي ما فيش زيها في مصر. التفرد مثلا زي منطقه البجوات دي منطقه متفرده، زي منطقه القصر الاسلاميه، زي معبد هيبس، زي المناور اللي موجوده اللي احنا اتكلمنا عليها بتاعت الميه، دي حاجات القلاع الرومانيه مش موجود مثيل ليها بنفس الامكانيات اللي موجوده والتكامل بتاعها زي ما موجوده في المناطق بتاعت الواحات. لما نرجع نقول البجوات دي من اهم المناطق الاثريه اللي بترجع للفتره القبطيه من القرن الثاني الميلادي لحد القرن السابع، وفي بعض المؤرخين بيقولوا انها استمرت لحد القرن الحادي عشر الميلادي. هي يعني الناس الاقباط في مصر في الحقبه التاريخيه اللي انت ذكرتها دي، يعني ايه اللي جابهم الواحات هنا؟ كان في اضطهاد في ايام الرومان ليه طبعا كديانه جديده، فكانت بتبقى الديانه الجديده دي مضطهده شويه، فالقساوسه الرومان القدماء اللي حملوا الدين هذا الدين الجديد، فلما حصل عليهم ضغط من الرومان فبدوا يرحلوا او يروحوا الى المناطق البعيده في الصحراء، فكانت من ضمن المناطق دي اللي هي منطقه الواحات الخارجه، في الخارجه نفسها وفي منطقه دوش في باريس. الكلام ده مثلا من حوالي 2000 سنه برضو مش ايوه، ما البدايه بنقول ان المسيحيه دخلت مصر تقريبا في النصف الثاني من القرن الاول الميلادي. اخد بال حضرتك؟ في خلال الفتره دي هم جو، بس كانت دي لسه في البدايه بتاعته، فبدوا المكان الامن ليه؟ كان بعيد عن اعين الناس، فبدوا يجوا المناطق الامنه في الواحات، من ضمن المناطق دي كانت منطقه الواحات الخارجه، وطبعا احنا عارفين معبد هيبس ان هو كان اصلا مركز ديني للحضارة المصرية القديمة أو الحضارة الفرعونية، لأن المعبد هيبس برضو من المعابد المهمة جدا المتفردة والمتنوعة والكامل. فجنب المعبد كانت منطقة البجوات، فجو الإخوة الفارين بالدين بتاعهم من الاضطهاد الرومان فسكنوا هذه المنطقة، كانت غنية زي ما قلنا حضرتك بالمية وبالأراضي الزراعية الخصبة اللي موجودة فيها، فسكنوا هذه المناطق وقعدوا فيها وفضلوا موجودين. يعني أقدم أثار موجودة بيقال البجوات استخدمت من القرن الثاني الميلادي لحد القرن السابع، وفي ناس بتقول لحد القرن الحادي عشر الميلادي. فيها مجموعة كبيرة جدا من الأبنية والأضرحة اللي موجودة بتمثل حوالي 263 مبنى موجود في المنطقة، ما بين هياكل دينية، ما بين مقابر، ما بين البازيليكا الموجودة في منطقة البجوات. وبعض الاكتشافات طبعا الإخوة في الآثار الإسلامية والقبطية يمكن عندهم معلومات أكتر مني شوية، لأن الحفائر بتاعتهم أكد لهم أن المنطقة استمرت يمكن لحد الفترات قريبة وكانت مستخدمة البجوات، وفي بعض العائلات المسيحية اللي كانت موجودة ما زالت موجودة طبعا مع دخول الإسلام العائلات دي أسلمت واستقرت وما زالت موجودة في الواحات. معبد هيبس أيقونة المعابد في صحراء مصر الغربية وأهمها على الإطلاق، هذا المعبد الذي شيد منذ أكثر من 2000 عام، توجد على جدرانه نقوش لملوك الواحات وأهم القوانين التي تنظم حياة المواطن في واحات مصر. Thank you.
بهجت احمد ابراهيم مدير عام الاثار المصريه سابقا في محافظه الوادي الجديد. السؤال اللي بيطرح نفسه، كم الاثار اللي اتكلمت عليها حضرتك، كم الجمال اللي موجود من معابد واديره ومساجد واثار اسلاميه واثار قبطيه؟ طب ايه اللي نقصنا في الوادي الجديد؟ ايه اللي محتاجينه علشان بلدنا الوادي الجديد توضع بشكل كويس جدا على الخريطة السياحية؟ هل المشكلة مشكلة خاصة بشركات السياحة، ولا الموضوع مرتبط بتسويق سياحي أفضل وأحسن، ولا الاثنين مع بعض، ولا يعني زي ما قلنا حضرتك يا أستاذ خالد، ويمكن الموضوع ده كنا بنتكلم فيه فترة، احنا كلنا وكل القيادة التنفيذية اللي موجودة في مصر، ان هم احنا عاوزين عندنا كل المقاومات في مصر، مش بس الواحات موجودة، كل محافظة ليها مقاوم معين. فانت عندك المقاوم السياحي اللي موجود، السياحات اللي موجودة، لو اتكلمت عن السياحة الثقافية موجودة بالآثار بتاعتها، بتاريخها اللي بيرجع، تنوع التاريخ بتاعها ما بين عصور ما قبل التاريخ ما بين عصور التاريخ. لو اتكلمت على السياحة الاستشفاء موجودة بالعيون الكبريتية اللي موجودة عندنا، لو اتكلمت عن السياحة البيئية موجودة، طالما موجودة عندك البنية الأساسية موجودة، طالما المقاومات اللي بنقول عليها موجودة، هيشجع لعودة السياحة وعودة البعثات الأجنبية اللي بتشتغل في مجال البحث والتنقيب عن الاثار. لان في بعثات اجنبيه اكتر من 17 او 18 بعثه موجوده في الواحات، ان شاء الله هي بدايه العوده ليها كانت السنه اللي فاتت، وانا اعتقد انها ان شاء الله هترجع وهتعمل تنميه كبيره جدا، لان البعثات دي والناس اللي بيشتغلوا فيها بيعتبروا سفراء للسياحه والاثار في البلاد بتاعتهم لما بيرجعوا ليها. أعزائي المشاهدين، وستظل واحات مصر الغربية هي بوابات العبور والأمل نحو مصر الجديدة. نعم، الواحات هي جزر الرحمن في الصحراء. ففي الختام نتقدم بجزيل الشكر للسيد بهجت أحمد إبراهيم، مدير عام الآثار المصرية الأسبق بالوادي الجديد، والذي سرد لنا حكايات من زمن فات. ففي الختام له منا التحية، ولكم أعزائي المشاهدين منا السلام. أعزائي المشاهدين، كنا معكم في حكاية من حكاية الواحات، قدمناها لكم من محافظة الوادي الجديد. وإلى أن نلتقي معكم في حكاية جديدة، لكم خالص تحياتي.